معالي الوزير النقيب سمير الجسر صاحب السماحة مفتي طرابلس والشمال الشيخ الدكتور مالك الشعار، ضيفنا الكبير بل صاحب الدار الداعية دكتور عمر عبد الكافي، صاحب السماحة الشيخ ناصر الصالح الرئيس الأسبق للمحاكم الشرعية السنية في لبنان، سماحة أمين الفتوى الشيخ محمد إمام، عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى فضيلة الشيخ مظهر الحموي، سعادة المدير العام لوزارة الثقافة الدكتور علي الصمد، نقيب المهندسين الأستاذ بسام زيادة، ممثلي الفعاليات الاجتماعية والثقافية، ممثلي الوسائل الإعلامية، سيداتي سادتي، أرحب بكم جميعا باسم صاحب الدعوة معالي الوزير الأستاذ محمد الصفدي. العام الماضي في إطار فعاليات ليالي طرابلس الرمضانية التي أطلقتها جمعية أكيد فينا سوا بالتعاون مع مركز الصفدي الثقافي، شرفت طرابلس باستضافة الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، فكانت ندوتان قيمتان لليلتين متتاليتين عنوانهما التكليف والتشريف ومفاتيح الخير. واليوم تعيد الفيحاء الكرة عبر مركز الصفدي الثقافي فتدعو علامتنا إلى إلقاء محاضرة تحت عنوان رياح الإيمان. عسانا ننعم هذه العشية أيها الأحباء برياح إيمانية تهب علينا بردا وسلاما فتزيل ما علق في القلوب من مخلفات الخطايا وتجلو النفوس من كل دنس وتدفع بالعقول إلى التفكر في هذا الوجود كما في الرسالة التي حملها الإنسان الذي جعل في الأرض خليفة ليعمرها لا ليفسد فيها ويسفك الدماء. وإذا كان لفعاليتنا أن تكتسي أهمية مضاعفة فلأنها تأتي في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، حيث كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها من أيام، فيعتكف في المسجد ويتحرى ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فعسانا ننعم بما تحمل العشر الأواخر من بركات ومن رحمة يضاعفها الله لمن حسن إيمانه وعمل عملا صالحا مصداقا لقوله تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. أيها الأحباء، إن فعاليتنا رياح الإيمان تعظم قدرا وتكتسب أبعادا عميقة الغور، إذ يقاربها علم من كبار العلماء المسلمين علينا الداعية الإسلامي الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، الذي تحفل سيرته ومسيرته بالكثير الكثير بحيث لا يمكن الإحاطة بهما في هذه العجالة. وفي نهل من فيض بحره، فهو وإن كان المصري مسقطا ونشأة فهو المسلم أمميا الفارد جناحيه علما وحكمة على العالمين العربي والإسلامي وما يتعداهما إلى سائر المعمورة. لقد باشر علامتنا دروس العلم منذ العام 1972، فكان له أسبوعيا
على مدى 20 عاما درساني، ولتدور هذه الدروس حول الدار الآخرة وشرح صحيح البخاري والسيرة النبوية وقصص الأنبياء. وإلى ذلك فإن له ما يروي على 1200 خطبة جمعة، ولتبلغ دروسه ما ينيف على 3000. ومنذ العام 1994 تفرغ داعيتنا لأبحاثه العلمية الخاصة، مما جعله يعكف على تأليف موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وموسوعة أنبياء الله إلى مؤلفات أخرى متعددة. ناهيك عن إطلالات تلفزيونية فضائية وإذاعية من عناوينها الوعد الحق وهذا ديننا وصفة الصفوة، وله العديد من البرامج الخاصة يقدمها كل عام في شهر رمضان المبارك. أما عن المواقع التي تبوأها حاليا، فهو عضو في هيئة الحكماء للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ومدير مركز الدراسات القرآنية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وعضو المجمع الفقهي لعلماء الهند، ومستشار ثقافي بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي. أيها الأحباء، هي عشية مباركة بفضل الله سوف يتردد صداها في جنبات فيحائنا هذه المدينة المستمسكة بالإسلام المعتدل على قدر إيمانها وتشبثها بالعيش الوطني الواحد والعمل في سبيل تكريسه واقعا لا محيد عنه. هي عشية مباركة أرادها مركز الصفد الثقافي بتوجيه من راعيه معالي الأستاذ محمد الصفدي لتكون هي عشية مباركة أرادها مركز الصفدي الثقافي بتوجيه من راعيه معالي الأستاذ محمد الصفدي لتكون محطة للتفكر في هذا الشهر الكريم، يقربنا من الله تعالى ويقربنا من بعضنا بعضا، وعسى أن يحبب الله إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا. لعل داعيتنا الكبير سيجلو أطروحة الإيمان بما أوتي من حكمة وفصل خطاب، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الكلام لسيد الكلام فضيلة الداعية الشيخ دكتور عمر عبد الكافي، جزاه الله كل خير. تفضل حضرة الداعية. كده هينام يا ابني، سبحان الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أحبتي في الله، معالي الوزير أستاذ محمد الصفدي، سماحة مفتي طرابلس العالم الجليل الدكتور مالك الشعار، أساتذتنا الفضلاء، علماؤنا الأجلاء، الحضور الكريم، أنتم جميعا نخبة
العالم العربي والإسلامي. ولذلك في بداية المحاضرة لا يسعني أو يحضرني الآن المثل الفرنسي القائل أو القائلة ترجمته: إن الذاهب إلى البحر لا يأخذ معه ماء، فالآتي إلى طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء يأتي من خارجها لا ليقول كلاما ولا ليبث علما، ولكن يرتشف من علمائها ودعاتها ومفكريها وصفوتها ما يشفي غليل. فأنا آت إلى طرابلس لأستمع وأستمتع، ولكنكم أهل تواضع أن تستمعوا لمثلي، فجزاكم الله خيرا وأهلا بكم. هذه المرة آلمني شيء في خطبة الجمعة اليوم وفي اللقاءات التي تمت بالأمس، أن مساحة الابتسامة على شفاه أهل لبنان قد قل اتساعها قليلا، وهذا يؤلمني لأنني أستمد منكم الابتسامة وديننا دين الابتسامة. فأين ذهبت ابتسامة لبنان وأهل لبنان؟ هذا الشعب الذي يتأبى على المحن ويترفع على الخلافات، حتى وإن كان يعني كل منا يجيد الحوار مع الآخر، ولكن يبدو أن الحوار عندما تزداد يعني يزداد بواره وترتفع حدته، يجب أن نضع في أذهاننا أننا لسنا بين غالب ومغلوب وهازم ومهزوم. نحن هنا على أرض لبنان إخوة، كل الرايات التي يتبعها فصيل أو فصيل يجب عندما نخرج إلى ساحة لبنان وفناء لبنان تتنزل كل الرايات وترتفع راية لبنان، ليظل لبنان وحدة واحدة، وتظل أرض الابتسامة وأرض العطاء وأرض الفضل. ولكي ندلف إلى المحاضرة دون مقدمات طويلة، أقول بتوفيق الله عز وجل: إن رياح الإيمان الذي أثارها وحركها بفضل الله على العالم الإسلامي والعالم كله إنما هو خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام أضاء الضمير الإنساني بالتوحيد، أضاء هذا الضمير الإنساني بالتوحيد، فكان عبارة عن نفحات غيث في قيض الحياة ليدل الناس على الخير، وليذكرنا، وأنا أذكركم وأذكر نفسي، أن هناك ألفاظا قد نسيناها: لفظ البشاشة والبشر والبهجة والضحك والفرح والفكاهة والمرح والهشاشة، هذه كلها يجب أن نستعيدها مرة أخرى، لأن أسناننا ليست بعورة، ويجب أن إذا قابلنا أي إنسان نتبسم في وجهه، فتبسمنا في وجه إخواننا صدقة وصدقات، وما كان الرسول إلا بساما صلى الله عليه وسلم. فلتعود الابتسامة إلى قلوبنا، وليعود الأمل إلى أرواحنا، ولنستشرف سبحان الله بالأمل، إن الأمانية مع الله تصير حقائق كبيرة. الأماني عند العبد المؤمن مع رب العباد سبحانه تتحول إلى حقائق. الإنسان يأمل كذا ويتمنى كذا، لكن بجانب الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى عدل في هذا الكون. يجب أن نفهم أن سنن الحياة لا تتغير، وإنما قد يقصر فهمنا عنها أحيانا، فإن الله عدل. لا يضع الحجاج على رعية عمر، ولا يضع عمر على رعية الحجاج. الله عز وجل هو العدل الذي من سننه في الكون
أن جعل لنا هذا الدين قواما لحياتنا. الله عز وجل يقول عن كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. الملك في هذه الآية لم يكن له دين، لكن الدين هنا بمعنى النظام، أن ينتظم كل منا لنعرف الحق الذي لنا فلا نأخذ أكثر منه بل نأخذ أقل منه. لا تجعل حدك عند حدك، بل اجعل حدك قبل حدك، ولا تعتسف في طلب الحق. لك حق لا يعني تستدعي نفسك أن تستأثر به كله رغم أنه حق، ولكن في مسألة الواجبات أد الواجب الذي عليك كما أمرك رب العباد سبحانه وتعالى. يبدأ القرآن بالحمد لله رب العالمين، وينتهي القرآن بالكلام عن الناس، وبين العلاقة بين المخلوق والخالق في أول القرآن والمخلوق والمخلوق في آخر القرآن، بين دفتي المصحف منهاج عمل لو استقمنا عليها لصرنا كأسلافنا وسلفنا وأجدادنا من الصحابة تحت قيادة الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي يعني وليسمح لي أساتذة العلماء أن أقول سمن المعاني وقرأنا التصرفات. إذا أجاز لي علمائي هذا يعني هذا المصطلح سوف أقر في محاضرات. سمن المعاني، جعل المعاني سماوية. فالمؤمن جذوره ليست أرضية، المؤمن جذوره سماوية ويطرح الثمرات في الأرض. أما الآخر فإنما هي شجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، كالكلمة الخبيثة. أما المؤمن فهو كلمة طيبة. فالرسول سمن المعاني، جعل المعاني سماوية، وقرأنا التصرفات، جعل كل التصرفات قرآنية. فاندمج الرسول صلى الله عليه وسلم مع الكونين الكبيرين، الكون المنثور وهو الفلك الدوار الذي نعيش فيه، والكون المسطور وهو القرآن الذي نقرأ آياته في هذا الشهر الكريم وطوال حياتنا ونرتبط به سبحان الله. فهذان الكونان هما اللذان ارتبط بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قرأنا التصرفات اندمج مع هذا الكون، فسمع تسبيح الحصى. ولما كثر الناس وجاءت امرأة وابنها نجار شاب، قالت: ولدي نجار يا رسول الله، يريد أن يصنع لك منبرا لتخطب الناس عليه. فلما صعد إلى المنبر حن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع الصحابة في المسجد خنينا للجذع كأنين الصبي عندما يريد أن يرتضع من ثدي أمه. فما سكت الجذع حتى نزل الحبيب من فوق المنبر ووضع يده عليه، فلما وضع يده عليه سكن. ونحن أولى في هذا الحنين من هذا الجذع، أن يضع الرسول يده الشريفة على قلوبنا، ولكنه ترك لنا سنة معصومة كالقرآن تماما، وترك بين أيدينا الكتالوج الذي لو انتهجنا نهجه وسلكنا طريقه رب العباد سبحانه وتعالى نرتقي في هذا الكون، نصير أسياد فوق هذا الكون، عبيد لله عز وجل. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا، كفاني عزا أن تكون أنت ربي، وكفاني فخرا أن أكون أنا عبدك. فقمة الغنى أن تفتقر إلى الله، وقمة الفقر أن تستغني عن الله. فاللهم أغننا بالافتقار إليه، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا رب العالمين. الكون كله من يعني ثمرات رياح الإيمان مسخر لنا تسخيرا ثم تعميرا ثم تثميرا. يسخر الكون، فبعد أن يسخر الكون يجب أن نعمره، هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ثم بعد ذلك أن نثمره حتى إن قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها حيطة للعمل وإعازا
أو يعني لإثارة بواعث اتخاذ الأسباب، حتى لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحفر قبرا قال له حسنه جوته، يعني مش معنى أنه قبر اعمل أي شيء، لا حسنه وجوته. فالجودة في كل شيء، حتى صافح أحد الصحابة فوجد في يده خشونة، قال من أين هذه الخشونة؟ قال من العمل يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام هذه يد يحبها الله ورسوله، إن الله ليحب العبد المحترف، العبد المحرف، العبد الذي يقدم شيئا، ولا يستقل الإنسان أبدا بأي عمل يعمله، فكل عمل أنت جزء في هذه المنظومة اعمل، ثم بعد ذلك لا تنظر إلى الآخرين وإنما تكن عندك علو الهمة. الرسول كيف تعامل مع الكون في كتاب الله لتهوب عليه رياح الإيمان وليثير لنا هذا هذه الرياح الطيبة؟ أولا نظر إلى الكون نظرة جمال، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، مسألة الجمال ويعني التعاطي مع الجمال، لأن تلميذه الكبير عمر يقول إن أرسلتم إلي رسولا يبلغني بنتيجة المعركة فأرسلوه حسن الاسم حسن الصورة حسن الوجه، وكان يتلقى أخبار القادسية خارج المدينة، فجاء رجل يركب دابة قال له ما اسمك؟ قال اسمي نصر. قال ابن من يا نصر؟ قال ابن قريب. قال نصر قريب إن شاء الله. قال ولقد انتصر المسلمون في القادسية. فيستبشر الإنسان بالأسماء الطيبة، وكان الرسول يغير الأسماء التي لا تتوافق مع الجماليات، أراد أن يغير اسم حسن، حسن من الحزونة من الصعوبة، قال أن سميتك سهلا، استصعبت على الرجل أن يغير عادة من عادات آبائه وأمه أن يغير اسمه، قال أمي أهلي سموني حسن أو أبي سماني حسن، قال أنت سهل إن شاء الله، قال لا لا أغير اسما سمانيه أبي. قال سعيد بن المسيب حفيده فما زالت فينا تلك الحزونة حتى اليوم، يعني لم يعني رفض وأبى أن يغير الاسم من حزن من صعوبة إلى سهل. فالرسول صلى الله عليه وسلم القرآن وضح مكامن الجمال في هذا الكون، فتعامل مع هذا الكون بهذا المنطق، تعامل مع النبات انظر إلى ثمره إذا أثمر وينعم نظرة فاحصة حتى يتأمل الإنسان في هذا الجمال. حتى في الحيوان سبحان ولهم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، والقرآن قدم الإراحة قبل أن تسرح في الصباح، لأنها تسرح في الصباح ضروعها جافة من اللبن، وعندما تأتي في المساء ضروعها مليئة، وصاحب القطيع يتمنى أن يرى ضرع البهيمة وقد امتلأت باللبن، فهذا الجمال يقدم هذا الجمال سبحان الله. ثم جمال الصنعة في المخلوقات الأخرى الكائنات، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، هذه كلها للزينة سبحان الله، جعل الإنسان في حتى وصل الأمر بالجمال في القيم، يقول ربنا ولباس التقوى ذلك خير، حتى في التعاطي مع الأشياء. هل سمعتم في التاريخ كله قديمه وحديثه عن هجر جميل وعن صبر جميل وعن عفو جميل وعن صفح جميل إلا في كتاب الله عز وجل؟ إذا صفحت فاصلح الصفح الجميل، إذا عفوت سبحان نفس القضية سبحان الله، إذا صبرت فاصبر الصبر الجميل. ما معنى الصبر الجميل؟ صبر بلا شكوى سبحان الله، صفح بلا عتاب، حتى في التسريح البيت وصل به الحد أن يهدم وأن يطلق الرجل امرأته وأن تترك المرأة أو الرجل أحدهما البيت، قال ربنا سراح جميل سرحون بإحسان، التسريح يكون بإحسان بعد إعطائها كل حقوقها، حتى قال علي لمن سأله ممن أزوج ابنتي يا أمير المؤمنين؟ قال زوجها ممن يتقي الله، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها فإنه لن يظلمها. حتى إن عمر
خطب أم كلثوم بنت أبي بكر بعد موت الصديق. فخطب أم كلثوم من أختها الكبرى عميدة عائلة الصديق بعد موت أبيها أمنا عائشة رضوان الله عليها. فأخبرت عائشة أختها الصغرى أم كلثوم أن أمير المؤمنين عمر يريد خطبتها. تأبت أم كلثوم وأبت أن تتزوج بعمر. وقعت أمنا عائشة في حيص الريس، هي تقدر عمر وتجل عمر، فبما ترد؟ تقول له أختي أبت أن تتزوجه. فاستعانت بالمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم جميعا، قالت يا مغيرة إن أمير المؤمنين خطب أختي أم كلثوم وأم كلثوم ترفض، فماذا أصنع؟ قال أنا أحتال لك يا أم المؤمنين. ذهب المغيرة إلى عمر، قال يا أمير المؤمنين أنت بلغني أنك خطبت أم كلثوم بنت أبي بكر. قال نعم. قال له يا أمير المؤمنين هذه نشأت في بيت خليفة كله رقة وبساطة وحنان، أبو بكر مشهورة قبيلة بليتين برعايتها للنساء وحبها للنساء ورعايتها للأنثى وإنزال الأنثى منزلة حتى في الجاهلية، أسرة راقية. أبو بكر نفسه يعيش في بيئة صحراوية كلها رمال وأتربة. قال يا رسول الله إن الرجل لا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال يا أبا بكر إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس. سبحان الله، إنكار الحق والتحقير الناس، وأنت ممن لا يصنعك الكبر يا أبا بكر. انظر إلى الصديق في البعد الثالث، رجل يعيش في تربة رملية ترابية يعني تهب الرياح كل وقت وكل حين، بمناسبة رياح الإيمان تهب الريح بالأتربة. فأبو بكر يبحث ويسأل عن الحذاء النظيف، إن المرأة أن يكون نعله حسنا. سبحان الله. المغيرة بن شعبة يقول لأبي بكر لعمر يا أمير المؤمنين هذه أم كلثوم نشأت في بيت خليفة كله رقة وحنان، وأنت رجل شديد الطباع لا نستطيع أن نراجعك، فإذا تزوجتها وآذيتها بشدتك ألا تكون قد قطعت رحم صديقك أبا بكر؟ عمر انتبه وتراجع وقال يا مغيرة فماذا أصنع مع أم المؤمنين عائشة؟ قال أنا أكفيك يا أمير المؤمنين. طبعا الموضوع مطبوخ سلفا مع أم المؤمنين وانتهى الأمر عند ذلك. كان الواحد منهم يسمع للآخر، لما رأى عمر رجلا يأكل بشماله قال يا رجل كل بيمينك، فتأبى الرجل كل بيمينك، فينظر عمر فإذا بيمين الرجل مقطوعة، فجلس عمر بجواره ما الذي قطع يدك؟ قال قطعت في معركة اليمامة في قتال المرتدين. فبكى عمر ويسأله من يطعمك؟ من يغسلك؟ من يوضئك؟ من يلبسك؟ وأمر له بخادمين وطباخ وسبحان الله ودابة، وكلما رآه قال هذا الذي سبقه بعضه إلى الجنة، يد هذا سبقت إلى الجنة. هكذا كان التعامل الراقي. رياح الإيمان عندما سبحان الله عندما تهب على قلب العبد يقرن التصرفات، تصير تصرفات قرآنية. أنت في بيتك عندما تحتد عليك زوجته أو يؤذيك جار، قبل أن تتصرف سل نفسك سؤالا دون سؤال أهل الفتى، قل لو كان الرسول مكاني ماذا كان يصنع؟ قالت أمنا عائشة مرة لاحيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت أنت من تزعم أنك نبي؟ قال وماذا قال ماذا صنع يا أم المؤمنين؟ قالت والله ما رأيته إلا أن ابتسم صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا لو واحد مهندس يقول له أنت عامل روحك مهندس؟ أنت عامل روحك شيخ؟ أنت عامل سبحان الله. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يتحمل الآخر، ليست القضية قضية تحمل وقتي أتحمل اليوم وفي الغد سبحان الله، أبدا. يصب الرجل على هارون الرشيد بالماء بإبريق من النحاس
فوقع إبريق النحاس من الخارج، فوقع على يد هارون الرشيد. فنظر هارون مغضبا، لحقه الخارج: يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي؟ هل يكظم غيظ اليوم ويخرج الملف بكرة؟ قال: والعافين عن الناس؟ قال: عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: أنت حر لوجه الله. في المقابل كسرى في عنفوانه يضع له طباخه السفرج بتاعه الحسام شربه، فوقعت قطرة على ثوب كسرى. يا سياف؟ قال: نعم. اقطع رقبته. فأخذ الطباخ بقية سلطانية الشربة وراح صبها على كسرى. قال: مدام مقتول مقتول بدل قطرة يبقى الشربة كلها. سبحان الله، هذا هو الفرق بين من يقرن التصرفات وبين من ينفعل في التصرفات، بين من يعود إلى رب العباد سبحانه وتعالى وبين من ينطلق. ولذلك رياح الإيمان عندما تهب يفهم الإنسان أدب الابتلاء. الابتلاءات تكون أنواعا خمسة في المآلات كما علمنا علماؤنا وفي مقاصد الشريعة عندما أفهمنا هؤلاء الجهادلة الفضلاء، أن الابتلاء أو المصائب إما أن تكون قصم أو ردع أو دفع أو رفع أو كشف. أترجم ولا مترجمة؟ عربي ولا إنجليزي؟ المصيبة قد تكون أحيانا قصم، قصم عندما يعلم الله أن هذا الإنسان لا فائدة فيه، كفرعون مثلا قال: أنا ربكم الأعلى، ما أريكم إلا ما أرى، ويتكلم عن سيدنا موسى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. الموسى هو اللي يظهر الفساد، أما فرعون يظهر الصلاح. سبحان الله، هذا تأتيه المصيبة قصما. خلاص، إن الله ليمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وإن المستبد والظالم هو صوت الله الذي يؤدب الله به عباده. الفارين من جنات عبوديتهم لله إلى جهنم هؤلاء الذين يريدون مشاركة الله في حكمه. وإن الظالم هو صوت الله الذي يؤدب به عباده ثم ينتقم منه بعد ذلك. وأنت أيها المؤمن، قال بعض العلماء: لا تدع على الظالم فإن ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه. ظلمه أسرع إليه من دعائك، والله ينتقم من الظالم على قدر ظلمه. سبحان الله، انظر إلى إخوة يوسف ماذا يصنعون؟ يضربونه على يديه كي لا يتشبث بالجب، وهم ينزلونه ويضحكون على أبيهم ويقولون: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإنا له لحافظون وإنا له لناصحون. فلما ضربوه على يديه كي يسقط في الجب، تحدث أمور أربعة في البعد الثالث للسورة. المسألة الأولى: أيديهم هي يد القوة التي تضرب، وهو في موقف الضعيف الذي يضرب. الأمر الثاني: الله يأتي بالمصيبة للمؤمن ولكن يأتي باللطف في الجانب الآخر. ولذلك أقول إن المحن دائما حامل في الشهر التاسع بالمنحة. المحن في حالة حمل وحالة يعني مخاض أن تلد قريبا منحة. دائما المنح لا تأتي إلا بعد المحن، والإنسان إذا صبر للمحنة عندئذ يترقى عند رب العباد سبحانه وتعالى. فيوسف في المحنة تلك: وأوحينا إليه، في هذه اللحظة: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. حتى قيل يداه يعني زحزحت عن حافة الجب، كانت يد جبريل تحت أقدام يوسف. ثم أوحى رب العباد إليه: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ثم يرسل الله السيارة ويرسل واردهم فيدلي دلوه: يا بشرى هذا غلام، إلى آخر القضية. دارت الأيام
ومرت السنون، وجاء إخوة يوسف من البادية بعد المجاعة ودخلوا على يوسف فعرفهم وهم له منكرون. ليه عرفهم؟ أنهم كانوا في عمر متقدم، الإنسان في عمر متقدم يثبت شكله، لكن هم تركوه في 12 أو أقل أو أكثر قليلا، فبعد سنوات طويلة سبحان الله تغير شكله في 20s أو في 30s أو بداية 40s سبحان الله العظيم، فتغير شكله. وبعدين بهاء الملك وعز العظمة وتاج الملك والحراسة، هذا أمر مبهر سبحان الله. إن الدنيا إذا أقبلت على إنسان أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت سلبته محاسن نفسه. إن أقبلت باض الحمام على الوتد، وإن أدبرت بال الحمار على الأسد. إن أقبلت الحمام يبيض على الوتد، وتد الخيمة 2 سنتيمتر بوصة مربعة يبيض الحمام، لأنها إن أتت تقاد بشعر، وإن ولت تقد السلاسل سبحان الله. فالإنسان يستعين برب العباد، أنت مع ضعفك باتصالك بالله تصير أقوى الأقوياء، لأن الذين ينظرون ساعة المصائب من ثقب عالم الشهادة الضيق مخطئون، لكن المؤمنين الذين تهب على قلوبهم رياح الإيمان ينظرون من آفاق عالم الغيب الواسع. نظر الصديق وهو صادق من ثقب عالم الشهادة الضيق وهو في الغار، يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه سبحان الله. فيقول له الذي ينظر من آفاق عالم الغيب الواسع، ما ظلمك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. ولذلك لماذا هنا معية الله عز وجل؟ ما السر في قضية أن المعية هنا في الكهف؟ الله من صفاته العلى أنه لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. فلما دخل الحبيب وصاحبه رضي الله عنه، الحبيب صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر، في معية الله الذي لا يرى، فأخذ من صفات الله في هذه اللحظة أنهم ما رأوا وترون ينظرون إليك وهم لا يبصرون سبحان الله. فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ده أفاق عالم الشهادة الغيب الواسع. أما أصحاب موسى ماذا قالوا؟ وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، إنا لمدركون. هذا نظرة من خلال ثقب عالم الشهادة الضيق، وهم صادقون. يأتي بعد ذلك رد الكليم الذي يرى من آفاق عالم الغيب الواسع، قال كلا إن معي ربي سيهدين. كلا، إذا كان رب العباد معك، إذا كان رب العباد أنت في رعايته، إذا كان رب العباد أنت في كنفه، إذا كان رب العباد سبحان الله كما قال الأعرابي، يا رب العباد لك غيري كثير، لكن لا رب لي سواك، لا رب لي سواك. فإذا وحد العبد حقائق التوحيد فهم كيف تأتي رياح الإيمان أثناء هبوب المصائب عليه. إما أن تكون المصيبة قصما للمجرم الذي يعلم الله أنه لا خير فيه، أو ردع تردع المؤمن أنه يتقدم لأن يظلم ويتقدم ليأخذ، ويتقدم سبحان الله. الرجل الذي أساء إلى عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه بن الخطاب يقول كذا وكذا، فابن عباس يعني يريد أن يكفف من حدة عمر، يقول يا أمير المؤمنين وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. وعمر بن عبد العزيز يقول لمن أراد أن يتعدى عليه وهو أمير المؤمنين، أراد الشيطان أن يستفزني بعزة الملك، فلما استحضرت عظمة ربي رأيت نفسي كالحشرة الصغيرة سبحان الله. الإنسان لما يستحضر عظمة الله في قلبه، الإنسان سبحان الله العظيم. هذا ابن طولون، تعلمون تاريخه في مصر دولة طولونية، ودخل عليه أبو الحسن الزاهد فوعظه واشتد عليه في الوعظ، فاغتاظ في لحظة شيطانية ورياح الإيمان لم تكن بعد، فأمر أن يجوع الأسد الفلاني من ضمن الأسود التي عند ابن طولون، ويأتي بعد صلاة الجمعة يوضع أبو الحسن الزاهد وسط جمهرة الناس أمام مسجد ابن طولون ويطلق عليه الأسد الجائع. فلما جيء في يوم الحكم، انظر إلى رياح الإيمان عندما تهب على اللهم اجعل رياح الإيمان تهب على قلوبنا،
أطلق الأسد من مربضه أو من قفصه وصار يجري تجاه البطلون، فلما وصل عنده بصبص ذيله. بصبص ذيله كما علمنا أهل اللغة يعني حرك ذيله، يعني كثير النظر في الشارع للنساء، يعني أنت عارف القضية، بصبص ذيله يعني سبحان الله، فلذلك تتقي الله، ولا كما أن للناس يعني أنت لك محارم كما للناس محارم. المهم سبحان الله العظيم، وجاء ليتمسح ويربط بجوار أبو الحسن الزاهر. فابن طولون يسأله بعد أن رفض وأبى الأسد الجائع أن يمس ابن طولون بشيء، قالت أستحلفك بالله فيما كنت تفكر والأسد قادم عليك. قال ما استحلفتني بالله، والله كنت أقول في نفسي سؤره أي لعابه يعني لعاب الأسد طاهر أم نجس. شغل نفسه بقضية فقهية، إيه العز ده؟ إيه العظمة دي؟ ما هذا سبحان الله العظيم الجمال دي؟ ما هذه رياح الإيمان التي يعني تظهر على هؤلاء؟ الحجاج يقول اقتلوا هؤلاء الثلاثة. فجيء يوم التنفيذ، سأل الشاب الأول ماذا تريد يا ولد؟ أريد أن أرى أمي أسترضيها، جميل هاتوا لي أمي. الثاني أريد أن أصلي لله ركعتين، صلي لله ركعتين. والثالث أنا أريد رأس خروف مشوي ورقاق محشو مش عارف بإيه وحساء، سبحان الله عايز شربة وعايز سبحان الله. فالجالسون ظنوا أن الولد الشاب جات له إيه لوثة عقلية نتيجة الإيه الحكم أنه هيقضى عليه بعد لحظات. قال له رجل من الجالسين يا بني في هذا الوقت تطلب رأس خروف ولحم مشوي ورقاق؟ فأمسك الولد قشة تبنه، قال ما هذه يا عمة؟ قال قشة. قال ولو فتحت إصبعي هكذا متى تصل إلى الأرض؟ قال بعد هنيه بعد لحظة يعني. قال في هذه اللحظة لله فيها 100,000 فرج وفرج. قال افتح إصبعي، ففتح الولد إصبعي قبل أن تصل إلى الأرض صاح صائح مات الحجاج. رياح الإيمان عندما تدخل إلى قلب عبد تثبته، تجعله ثابت كالجبل الأشم الذي لا تزيله العواصف ولا تزحزحه القواصف. فالمصائب تأتي قصما أو ردعا أو دفعا، تدفع المؤمن بعيدا عن الظلم، وتدفع الإنسان ألا يتعدى الحدود، وتدفع الإنسان حتى يكون رايح يعمل معصية، رايح في مكان يعني يعاقر شيئا يعني يبغضه الله عز وجل. الله لأنه يحب وهب عليه شيء من نسيم رياح الإيمان يروح يلاقي المكان اللي هيعمل فيه أو يشرب فيه المنكر أو كذا أو كذا. أم صاحب البيت ماتت فلي عزم بقال الله سبحان الله، فتراك هذا من باب الدفع أو من باب الرفع للمؤمن. المصائب تأتي رفعا للمؤمن، ليه؟ لأن ما من نبي إلا وقد ابتلي، والعبد عندما يبتلى يقول أهل العلم ماذا صنع عبدي؟ يقولون يا ربنا حمدك واسترجع. قال الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أعيد صب البلاء على عبدي مرة أخرى فإني أحب أن أسمع صوته. الله يحب الذي يدعوه سعة الاضطرار، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا أبا أيوب، أبو أيوب السختياني كان من أهل مصر، يركب سفينة وأبحرت إلى جدة، لعبت الأمواج بالسفينة وكادت أن تغرق، فابتهل الناس فوق سطح السفينة ورأوا أبا أيوب يجلس ساكنا هكذا. قالوا يا أبا أيوب أما ترى ما نحن فيه؟ قال ماذا تريدون؟ قالوا ادعوا الله عز وجل نحسبك من الصالحين أنك موصول بالله. فنظر إلى السماء، هؤلاء الذين تهب عليهم رياح الإيمان دائما لهم رصيد كبير عند الله يسحبون منه وقت الحال، يقول يا رب يا رب أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك. فسكن البحر ونحن نقول جميعا أريتنا قدرتك بأن تكأكأت الأمم علينا وتجمعت الأكلة
على قصعتها يريدون أن يلتهمون. وسبحان الله، أريتنا قدرتك فألنا رحمتك بنصر الإسلام والمسلمين وتثبيت الإيمان في قلوب المؤمنين. يريدون دفننا ولكنهم لا يدركون أننا بذور. البذرة عندما تدفن تنبت، البذرة عندما تختفي في الأرض فإنما يخرج يخضورها ونباتها وساقها في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. اللهم اجعلنا ممن هبت عليهم رياح الإيمان يا رب العالمين، فتأتي المصائب قصفا أو ردعا أو دفعا أو رفعا أو كشفا. هذا الكشف للأنبياء، حالة الكشف، الابتلاء يأتي وهم بشر. ولكن سبحان الله العظيم، اللي سيدنا موسى لما وجد البنتين وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى له، هذه مروءة الرجل، مروءة الإنسان عندما يرى الضعيف. فسقى ثم تولى إلى الظل، هنا أصبح لا حول له ولا قوة، غريب يعني فقير ليس له مؤنس. يقال في كتب بعض كتب التفاسير من ملح التفاسير وليست من حقائق العلم، قال ناجى ربه يا ربي مريض غريب فقير ضعيف. قال له يا كريم المريض من لم أكن طبيبه، والضعيف من لم أكن ربه، والفقير من لم أكن مغنيه، والغريب من لم أكن مؤنسه. اللهم أنسنا بك وبذكرك وبرياح الإيمان يا رب العالمين. أحبتي في الله، انظروا في كتاب الله عز وجل كون الله المسطور الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إنسان عظيم من الرسل يدخل في بطن الحوت، حوت بالمفاهيم المعروفة، لكن هنا يملك الدعاء. وأنت في ساعة الورطة تتعلق بأسباب السماء، ليس لك سبب في هذه اللحظة إلا الدعاء. فهتف يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما الظلم الذي ارتكبته يا يونس؟ أن ركب مع الظلمة في سفينة واحدة، فرب العباد أراد أن ينقيه فنجاه رب العباد بدعوة، وأنبتناه بالعراء وهو مذموم، وأنبتنا عليه شجرة من يقصين، شجرة القرع لكي لا يقترب منها الذباب، وورقها متسع حتى تظلله، وهو خارج من برودة بطن الحوت والماء وظلمة البحر سبحان الله العظيم. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. إنه حنان السماء ورياح الإيمان عندما تعمل. هذا إنسان كان في بطن الحوت سبحان الله أصبح في منجاة وأصبح على البر، وحنان السماء يرسل له شجرة من يقطين تظلله سبحان الله. يعني ال 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 يعني قال شاعرنا يعني مرحة كده، وإذا ما زهرات ذعرت ورأيت الرعب يغشى قلبها فترفق واتأت وعزف لها من صميم اللحن وامسح رعبها. ربما نامت على مهد الأسى وبكت مستصرخات ربها. أيها الشاعر كم زهرة قد عوقبت لم تدر يوما ذنبها. لا تأسوا على الناس، لا تقسوا على الناس، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء سبحان الله العظيم. الحوت هذه نتيجة من ذكر الله فيه. النار تحرق، والذي خلق ووضع خاصية الإحراق فيها هو وحده سبحانه الذي يسلب هذه الخاصية. قلنا بلفظ العظم يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لو قال الله كوني بردا لمات من شدة البرد، حتى إن كل نار موقدة في هذا الوقت في أرجاء المعمورة انطفأت ظنت أن الخطاب الإلهي لها. الله يعطل الكون كله في سبيل أن ينقذ إنسان موصول بالله عندما تهب رياح الإيمان. الكهف، الكهف شيء ضيق، لا يكفي الكهف، 3 أشخاص يدخلوا فيه أو 5 أو أكثر. دخلوا إلى الكهف فشعروا بالأمن، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته
نشر الرحمة ليست بسعة القصور ولكن بسعة الصدور. فإذا اتسع صدر الإنسان يرى الكون كله يعني حديقة غناء عندما تهب عليه رياح الإيمان. السجن يدخل فيه يوسف مظلوما، أول حبس احتياطي في التاريخ صدر على يد هؤلاء في زمن يوسف. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين. يعني بدا لهم يعني شكلك مش عاجبني أدخلك السجن. ثم بدا لهم حبس احتياطي، ما في جريمة ولا جنحة ولا جناية، لكن بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات يعكر صف السلام الاجتماعي. دخلوا السجن، دخل السجن، ينقذ من السجن برؤية. الملك يرى رؤية ويتذكر الساقي أرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا. يخرج يوسف يدير حركة الاقتصاد، لأنه ليست القضية في احتراق البدايات، إنما المسألة في إشراق النهايات. المسألة ليست في احتراق البدايات أبدا. الخندق الذي صنعه الرسول عن المدينة بينه وبين مشرك مكة، وتألمت الأحزاب كلها ضده صلى الله عليه وسلم، ونقض القوم عهدهم من داخل المدينة، والطابور الخامس من المنافقين. هنا تأتي ريح وجنودا لم تروها، وانتهى الأمر بين عشية وضحاها، لأن الموصول بالله الكون كله في خدمته. غار ضيق يدخل فيه الحبيب مع الصديق، لكنه عز ومنعة، صندوق وطفل ويم، تلقي يكابد أم الكريم وليدها فيه. اليم يغرق، الصندوق ليس فيه موتور ولا مجاديف يعني يجدد بها سبحان الله، ولا أي مدعى من مداعي النجاة، كلها عوامل هلاك. طفل لا حول له ولا قوة، مولود من ساعات. ولكن إذا العناية لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن أمام. إذا رياح الإيمان هبت على قلبك فاضمن أنك في كنف الله، ومن كان في كنف الله سبحان الله العظيم. علمنا القرآن ورياح الإيمان من القرآن عندما تهب كيف نتأدب في الحوار. هذا سبحان الله القرآن يخاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم. لما رأى ابن أم مكتوم الرجل الأعمى عبس، قال عبس وتولى. انظر إلى العتاب الرقيق من رب العباد لحبيبه، لم يخاطبه خطاب المخاطب، وإنما خاطبه خطاب الغائب. علماؤنا أهل الفقه وفقه اللغة علمونا، بارك الله فيهم جزاهم الله خيرا، والله إن لتواضعهم عمليا أن يجلسوا ليستمعوا لي، هذا مضرب يعني مثل عملي لتواضع هؤلاء العلماء الجهابذة، بورك لكم فيهم ونشروا العلم والخير في لبنان كلها وفي أرجاء المعمورة. بوركتم علماء الفضلاء. عبس وتولى، لم يقل له عبست وتوليت، لا، عبس وتولى. وهنا أقول قصة عن شيخنا وشيخ شيخنا شيخ محمود شاكر وسماحة المفتي والعلماء، يعلمون القصة جيدا. كان شيخا للأزهر، وكان أول من حصل على الدكتوراه من السوربون في مصر كان طه حسين. فالملك أحمد فؤاد خلى المراسم والتشريفات، جابوا هذا الشاب اللي حصل على الدكتوراه إلى قصر عبدي، وأركبه سيارته ودخل به إلى الجامع الأزهر ليحضر خطبة الجمعة. كان الملك لما يذهب إلى أي خطبة جمعة له خطيب معين جاء به معه، فيتنحى شيخ الأزهر ويخطب هذا الخطيب. وقف الخطيب وسلب التوفيق، قال ربنا عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وأنت يا جلالة الملك لما جاءك الأعمى ما عبست وما توليت. الصلاة انتهت، وقف الشيخ شاكر رحمة الله عليه يقول للناس: أيها الناس أعيدوا صلاتكم لقد كفر إمامكم. هذا يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول عبس وتولى، وأنت أيها الملك ما عبست وما توليت. يقول المهم ذهب إلى القصر وأيقظ الملك كان نام على العصر،
وأيقظه وقال له إن إمامك قد خرج من الملة لتعرضه لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقسم ابنه رحمة الله عليه الشيخ أحمد محمود شاكر قال رأيته على باب، رأيت رجلا مهلهل الثياب على باب الجامع الأزهر يأخذ أعرض في نظائر أحذية من الناس ويضعها في مكانها ويأخذ مليمات أو فلسات قليلة. سبحان الله، لما أولاه الله مقام العز إذا به يعرض برسول الله فيورث يعني مكان الذل. فالعبد سبحان الله العظيم عندما يتأدب مع الله عز وجل، لأنه يجب أن يتعلم الأدب عندما خاطب رب العباد حبيبه حتى في أسربته، يقول ما كان لنبي أن يقود لهم أثرا حتى يسكن في الأرض. يقول له في أمر المنافقين لما استأذنوه في أن لا يشاركوا في الغزوة، عفى الله عنك لما أذنت له. يذكر له العفو قبل أن يذكر له الذنب. أي أدب هذا نتعلمه من القرآن؟ عفى الله عنك، عفى الله عنك يا محمد قبل أن يذكره. لما أذنت له؟ سبحان الله العظيم. سيدنا الخليل إبراهيم يقول الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. سياق النص يقول وإذا أمرضني، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. جاء عند المرض لا ينسبه لله عز وجل، وإذا مرضت أذى في الحوار حتى الجن كان قمة الأذى. قالوا أنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، جعل مبني المجهول أم أراد بهم ربهم رشدا. في الإرادة الخير هكذا كان الخضر مع موسى، جف العيب قال فأردت أن أعيبها، جف الخير قال فأراد ربك أن يبلغ أشده. هذا هو الأدب العالي للتحاور والحوار نتعلمه من كتاب الله. أحبتي في الله، إن رياح الإيمان عندما تهب يصير القرآن مقياس الأمل. القرآن مقياس الأمل، ليس في القرآن دعوة للتشاؤم، وليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة للتشاؤم. النظام العالم الجديد الذي يخيفنا نظام وجد مبتوتا ومنقطعا عن تعاليم وقيم السماء، فأمره سوف ينتهي. ولا نريد أن نكون كمسلمين وعرب لنا قيم السماء، أن نكون كجن سليمان في أواخر أيامه. سليمان قد مات واستند إلى نسائه وعصاه، والجن يخلف كأنما سليمان حي، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. نحن لا يجب أن نكون كالجن مع سليمان، ولا نكون كهؤلاء مع النظام العالمي الجديد. النظام العالمي الجديد منتهي وقيم السماء مستمرة إلى يوم القيامة. فيجب أن يعيش الإنسان بالأمل، ويجب أن يستلهم الأمل من رب العباد سبحانه وتعالى، وأدب الخطاب عندما تهب عليه رياح الإيمان. أحبتي في الله، إذا هبت رياح الإيمان على قلب تنتهي من بيننا محاكم التفتيش. يجب أن ننهي محاكم التفتيش التي تقول بيننا وبين بعضنا البعض أنت معي فأنت قديس، أنت ضدي فأنت إبليس. لا، أنا على الحق المطلق وأنت على الباطل المطلق، هذا كلام لا يجوز. يجب أن نتخلى عن ضيق الأفق، وأن نأنس بالحوار، وأن نسمع في الحوار ليس غالبا ومغلوب أبدا. إن الله إذا غضب على قوم رزقهم الجدل ومنعهم العمل. نحن نجد أن نعمل، نحن نجعل أنفسنا سبحان. نحن إذا هبت علينا رياح الإيمان لن نوزع الأقدار على هواء، القدر نوزع على هواء. إذا مرض من نحبه، ليه أبو صالح أم صالحة زي بعض يا أمي المؤمن مصاب، لكن لو مرض والد زوجتك وأنت تحبه حبا جما مثلا، يعني سبحان الله، هؤلاء تخليط ذنوب من اللي بيعمله من الظلم. لا، وزع القدر على هواء. عندما أحب نسب القدر إلى إيه؟ إلى سبحان الله، إلى أنه عند المؤمن الذي يحبه ده رفع حسنات، وعند المؤمن الذي يخلق سبحان الله. الناس في حسن الظن عندما تهب رياح الإيمان لهم مدار ومجال كبير. أقسم أحدهم بالله لو رأيت خمرا على لحية أخي لقلت إن أحدا قد سكبها عليه.
ولو سمعت أخي يقول أنا ربكم الأعلى لقلت إنه يرتل الآية الكريمة. حسن الظن، حسن الظن. حتى يقول الخيام فيما تحفظون، يعني عجيب تعدى الحدود، يعني طلقت الجمال لنا فتنة وقلت لنا يا عباد اتقون وأنت جميل تحب الجمال فكيف عبادك لا يعشقون. رد عليه عمر الأمير بكلام جميل، قال خلقت الجمال لنا رحمة، خلقت الجمال مش فتنة، لا عدل الكلمة، خلقت الجمال لنا رحمة وقلت لنا يا عباد اتقون وأنت جميل تحب الجمال، جميل التقى، جمال التقى يا جميل العيون. يعني أنت ترى الشيء الطيب، ترى الشيء الحسن، ترى الشيء سبحان الله العظيم، يعني سبحان الله كم يعني قبحه الله، هكذا تقول الصحابة لرجل يعاصر الخمر ويؤتى به كل هنية، يعني قبحه كم يؤتى به شاربا الخمر. قال لا تقبحوه، إنما هو رجل يحب الله ورسوله، يفتح باب الأمل. هذه رياح الإيمان، ميزاب في بيت العباس في المدينة. ميزاب يعني إيه؟ يعني عبارة عن مجرى محطوط فوق البيت عشان لما المطر، زي ميزاب الكعبة كده، لما المطر يقع على سقف بيته ينزل إلى الإيه؟ إلى الشام. رأى عمر أن الميزاب، هو من المؤمنين، أن الميزاب داخل الشارع، فهو رجل طويل وقف على أطراف أصابعه وكسر الميزاب. رجع العباس قال يا أمير المؤمنين والله الذي وضع الميزاب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر يقسم على العباس أن يركع عمر وضع الركوع سبحان الله، ويقف العباس على سبحان الله العظيم على ظهر عمر سبحان الله، يقف على ظهر ليعيد الميزاب كما كان بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رياح الإيمان عندما تهب. أما رياح الظلم عندما تهب، القرن الماضي فقط العشرين دارت 30 و100 معركة، 130 معركة حربية قتل فيها 203 مليون شخص، 203 مليون. ما الذي أخذ الناس من هذا؟ أحبتي في الله، إن رياح الإيمان تقتضي منا كمتحدثين بالخطاب الإسلامي أن نقرر سننا معينة، أن وازع الوجدان يجب أن يكون قبل صوت السلطان. وازع الإيمان، وازع الوجدان، وازع سبحان الله، ادعو إلى سبيل ربك يعني بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال ربنا بالتي هي أحسن، لم يقل بالتي هي أخشن، لا بالتي هي أحسن سبحان الله. يجب أن نجدد حتى في تربيتنا لأولادنا، إن الكائنات إن لم تتجدد تتبدد، وإن لم تتقدم تتقادم، وإن لم تتطور تتدهور. يجب أن نغير من أساليب حياتنا وأساليب وعدنا حتى لأبنائنا وبناتنا. لا داعي للأوامر التي يعني سبحان الله لا 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 يعني 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 لا لا تثمر ولا تغني من جوع. الإنسان يكون ودود سبحان الله في طريقة وعده. حتى الذين ينهون عن المنكر وضعوا العلماء بارك الله فيه ضوابط. وأنتم، أنا أقول في هذه الليلة المباركة، في هذا الشهر المبارك، في هذه المدينة المباركة، في هذا البلد المبارك، أقول لا تسمعوا إلا لعلماء تعرفون نسبهم الفقهي، أما مجهول النسب الفقهي لا تسمعون، لا تسمعوا إلى الغثاء. السادة العلماء الذين يجلسون بينهم هذه ثروة كبيرة، ليست لطرابلس فقط ولا لبنان فقط، إنما ثروة كبيرة لنا يجب أن نستمع إليه. الواحد منهم ليس عبارة عن فيديو ما يضره المستمعون. الرجل في منى يجلس بجواره، قل أنا حمدت الله أنك معنا في الحج بارك الله فيك، أريد أن أسألك سؤال تفضل. قال والله يا شيخ سألت 14 عالما في المسألة اللي هسألك فيها دي، ولما عرفت أن الشيخ عمر موجود قلت أسألك. تفضل يا سيدي، أرباحك منك يا فضيلة الشيخ حرام ولا حلال؟ بس بالله عليك ما تقولش حرام، ده ما يطلبه المستمعون، ده ما يطلبه المستمعون. في نفس اليوم بالعجل عدت إلى المدينة المنورة بعدها بيوم، وأركب المصعد وجدت أختين السلام عليكم، أعطت ظهري وانتظرت الطابق. سمعت واحدة تقول
هذا الشيخ عمر؟ قالت لها نعم. قالت لها انا اريد ان اساله سؤال. قالت لها تساليه لي ما تساليني انا. فجيت عند الطابق وتبارك الله فيك يا اخواتي تقبل الله وحجكم بعد اذنكم عايز بس عناوين البيوت بتاعتكم. ليه يا شيخ؟ لما ارجع انا اطبخ وانتم تفتوا. سبحان الله. تبادل الادوار. نتبادل الادوار للمشكله. كانت الكبرى ان يتعالج. رياح الايمان عندما تهب ترفع المسلم من حفر المهانه الى سماوات الكرامه. الانسان المؤمن لا يعيش ابدا كن كالصقور على الذرى تصغي لوسوسه القمر لا كالغراب يطارد الجيف الحقيره في الحفر علو الهمه. الكارثه التي تحزنني ان العلماء هم اطباء الامه. تخيل ان جل جمهور الامه والعلماء اطباؤها مريض يعادي طبيبا. شفتوا هذه المساله؟ المريض يعادي الطبيب. طب اين كيف ياخذ الدواء؟ ان الامم تسعد بثلاثه: بحاكم عادل وعالم ناصح وعامل مؤمن. ثاني الامم لا تسعد الا بهؤلاء الثلاثه: حاكم عادل، عالم ناصح، عامل مخلص. سبحان الله. ولذلك يعني الانسان اذا هبت عليه رياح الايمان الله عز وجل يخلي قلب العبد من الدنيا ويجعل مراد العبد في مراده. فإذا جعل مراده مرادك فقد أراد. إذا جعل مراده مرادك قال الرسول يا عمر صلى الله عليه وسلم يا عمر أرى كأن الله ينفث في هواه. سبحان الله. ينفث في هواه. يجب أن نرتفع بمستوى الواقع إلى هداية النص وليس العكس أن ننزل بالنص إلى الواقع. لا، الواقع هو الذي ينضرب بالنص. لا يجب أن نسوغ واقعنا منحرفا ونتجنب ضغط أهواء الهوى لأن الهوى يضل ويصمي ويعمي. سبحان الله. فالإنسان سبحان الله يعني أذكر عندما اخترعت الثلاجة بعض العلماء يعني كتبوا كتاب قال اختراع الخواجة في صناعة الثلاجة القول البتة في تحريم الكرافتة. حبيبي ايه الكلام العجيب ده؟ الله عز وجل جعل رياح الايمان تهب علينا لكن اناسا منا عندهم بيسموهم العلماء الفضلاء اصحاب التيار الحرفي. اصحاب التيار الحرفي الذين لا يدركون الواقع ولا يفهمون الواقع لان دراسة الواقع مهم لانزال الفتوى. الواقع مهم جدا. وكما يقول الأصوليون بارك الله فيهم المتوقع كالواقع. المتوقع يعني الإمام صلى بنا صلاة المغرب وعلم أن السماء سوف تمطر مطرا غزيرا بعد نصف ساعة وقبل صلاة العشاء. هنا الإمام يجمع ويصلي العشاء وينفض الناس إلى بيوتهم لكثرة السيول في الشوارع فقدر الإمام الواقع الذي يعيش فيه. ولذلك الواقع كما يقول علماؤنا الفتية تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص وهذا كله معروف عند العلماء. لكن العلماء المجتهدون أما أصحاب التيار الحرفي عندهم جدلية في العقيدة. أول ما يقابلك يقول لك أين الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. واحد منهم قال لي أين ربك؟ قلت له بالمرصاد. لا إله إلا الله. كان شيخنا مفتي البوسنة الله أعلم الشيخ مصطفى الله رحمه الله إن كان قد توفي أو في بداية التسعينات لسه البوسنة بتتفتح عينيها على العودة للإسلام وطلع لهم الأولاد اللحية واجبة وفرض ومن حلقها فهو فاسق. كان يقول يا شيخ عمر وكانت عربيته مكسرة شوي هو يبحث عن اللحية هو ماله راس أصلا هو ماله راس مالوش راس بيدور على لحية إيه. سبحان الله. ثم الشكلية في العبادة داخل زي ما حكم التفتيش المسجد هذا ثوبه طويل هذا حليق اللحية هذا سبحان يا عم انت داخل تفتش يبحث لك عن أبواب ليدخلك النار بها. لماذا؟ الظاهرية في الفقه والجزئية في الاهتمام والجفاف في الروح يجفف الروح سبحان الله والخشونة في الدعوة والضيق بالخلاف
ولا يجيد فن الإنصار أبدا. ولك هذا خطأ، هذا لا يسمع له، هذا لا يستفتى. سبحان الله، الله عز وجل جعل رياح الإيمان سبحان الله العظيم لا تجعل منا طاغية. قرأت سيرة 100 طاغية في التاريخ، وصلت إلى معلومة عجيبة. كل طاغية في التاريخ من أيام فرعون والنمرود إلى أيامنا، بحثت في سيرته الذاتية وراءها طفولة بائسة. أي طاغية طفولة بائسة، لأن الطاغية يتزوج الغرور فينجب الحمق والحقد والجريمة. هكذا نحن لا نريد أن نخرج طغاة في بيوتنا، يجب أن نراقب الأولاد. الولد المستبد، أحبتي في الله، إن الحيوان خطير عندما يجوع، لكن الإنسان أخطر عندما يشبع. الإنسان أخطر عندما يشبع سبحان الله. والإنسان يجب عليه أن يتطامن لله سبحانه وتعالى، وأن يتواضع لمن خلقه، وأن يكون موصولا في هذا الجو. فرق كبير بين إظهار الحق وتجريح الخلق. هناك فرق كبير بين أن تظهر الحق وأن تجرح الخلق. من يدري، لعل هذا، من كان يظن أن أبا جهل فرعون الأمة يأتي من صلبه سيدنا عكرمة؟ من كان يظن أن الوليد بن المغيرة يأتي من صلبه الوليد بن الوليد وخالد بن الوليد؟ سبحان الله العظيم، الإنسان سبحان الله، الأمة عندما لا تهب عليها رياح الإيمان، نعم هي موجودة لكن ليست حاضرة. نحن تمددنا لكن لم نتحضر، لكن سنن الكون تقول إن الظالم نادم وإن مدحه الناس، وإن المظلوم سابق وإن ذمه الناس، وإن القانع غني وإن جاع، وإن الحريص فقير وإن شبع. هذه سنن في الكون لا تتغير، يجب أن يضعها الإنسان منهاجا لحياته. الإسلام قد يكون مصابا في بعض من المتحدثين لا في الأحاديث نفسها. الكل يسأل الآن، يا شيخ لم تذكر في الدار الأخيرة ولا الوعد الحق ولا العلماء لم يذكروا المهدي المنتظر، في خلاف حتى الأحاديث لم يذكرها للبخاري والمسلم. أنا ليس لي مشكلة مع المهدي المنتظر، أنا لي مشكلة مع المهدي غير المنتظر. مسألة لا داعي سبحان الله العظيم يعني أن ندخل أنفسنا في سبحان الله. يعني الناس شباب يسألون، يا شيخ إحنا مسيرين ولا مخيرين، البيضة ولا الدجاجة؟ سئل جعفر الصادق في الجبل والاختيار، قال أراد بنا وأراد منا، فما أراده بنا طواه عنا، وما أراده منا أظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا. أظن واضح أترجم. أراد بنا قضاء وقدر، وأراد منا عملا، فما أراده بنا القضاء طواه عنا كي نؤمن بالغيب. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أراد بنا قضاء وقدر، وأراد منا عملا، فما أراده بنا طواه عنا، وما أراده منا أظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا. الولد في المدرسة وفي الجامعة يسأل أسئلة الخيبان، يقول إيه هو الامتحان 3 ساعات ولا 5، الصباح ولا المساء، يوم ويوم ولا كل يوم، مش عارف على الطريقة الأمريكية ولا الطريقة اللبنانية ولا الطريقة العربية. يا أخي سبحان، هو همه الأول أن يذاكر صح ولا لا، ولا يشغل نفسه طريقة الامتحان. إن أزمة العقل المسلم اليوم فقدان الوعي السنن. لازم نعي السنن. الله في البداية يعني أن يكون منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 بإذن الله. الواحد بعصر بعد مدة علم أن فيكم ضعف، إن يكن منكم 100 يغلبوا 200. بعد الواحد ما كان بعشرة بقى الواحد بإيه؟ ب2، اللي هي سلطة الزمن، سلطة القدرة، سلطة الاستطاعة. فآفة العقل وأزمة العقل المسلم فقدان الوعي السنة. نحن لا ندرك سنن الكون، يجب أن ندرسها. وشيوع آفة التقليد في أكثر من 40 موضعا في القرآن. ذم القرآن الآبائية، إنا وجدنا آباءنا على أمة، أنا وجدت جدي وجد الجد يفعل هذا، أنا لا أغير سبحان الله. ثم ضعف فقه الواقع، فقه الواقع الذي يدركه العلماء الكبار والمفتون الكبار والذين درسوا الفروع الثلاثة، الفقه وأصول الفقه
وفقه المقاصد وعلم المقاصد. الثلاثة دول عند العلماء أهل الفضل، فالفتوى تأتي سبحان الله. أحبتي، لا سبيل إلى تغيير الواقع دون معرفته. لازم أن أعرف الواقع. شروط مجاوزة الاستيعاب، إن الواقع لا يرتفع عند الأصوليين، يجب أن ندرسه سبحان الله. ولذلك عمر الله يرضى عليه بن عبد العزيز لم يقبل شهادة المدعي في الشام بشاهد وقصر، وكان يقبلها بالمدينة أيما كان أمير على المدينة. يقول المدعي: يا أمير، كنت تقبلها بالمدينة؟ يقول: نعم، أهل المدينة غير أهل الشام. الرسول لم يكن يرد ضالة الإبل، ولا الصاحبان الشيخان الكبيران أبو بكر وعمر. وجاء عثمان ورد ضالة الإبل. يعني ضالة الإبل بعير تائه، بعير تائه. أذكر قصة، وأساتذتنا يعني يجلون شيخي الذي عشت بجواره 30 عاما، الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، وكذلك مثلها بجوار شيخنا الكبير الشيخ محمد بن تولي الشرف، جالسين في قرية. كان زمان لما أعزكم الله حمار يضيع أو بقرة أو أي حيوان، يضرب منادي في ما كانش فيه ميكروفونات في المساجد، يقول: يا أولاد الحلال، معزة تايهة اللي يلاقيها له ربع جنيه، أعزكم الله حمار تايه. فاستعبر الشيخ الغزالي بكر: خير يا مولاه؟ قال: ألا ينادي أحد ويقول أمة تائهة؟ هذا إنسان يحمل هم الإسلام، أمة تائهة. صليت بجواره مرة مسبوقين، وصلى بجوار الشاب، فالشيخ فرح لما لقى الشاب يصلي في السبعينات، كان لسه الصحوة، فربط الشيخ بحنان الأبوة على كتف الولد وقال له: الحرم، يعني تصلي بالحرم إن شاء الله. الولد بجبروت كده وصلافة قال: هذه لم ترد. قال: وقلة أدبك هي اللي وردت؟ سبحان الله، لا إله إلا الله، دي ما وردتش، لكن قلة الأدب هي اللي وردت؟ سبحان الله. فالإسلام ورياح الإيمان عندما تهب سبحان الله نفهم القضايا. فعثمان رد ضالة الإبل، تعجب. قال: يا عثمان، سبحان الله، قبل أن يرد عثمان ضالة الإبل أخذ ضالة الإبل. وجودكم وحسن انصاتكم شبع وري بوركتم. فلما رد عثمان ضالة الإبل تعجب الناس: يا أمير المؤمنين، كان الرسول لا يرد ضالة الإبل. قال الرسول: عليها سقاؤها ولها حافرها حتى يأتي ربها. ولم يردها أبو بكر ولم يردها عمر. قال عثمان: طالت الأيدي وخربت الذمم. بالله عليك، ما تعليقك في برنامج اسمه ايه؟ لا تعليق، صح ولا لا؟ احمد بن حنبل خرج في يوم في بغداد شديد الرياح، راح صلاة العصر، طير الهواء ثوب امرأة تسير امامه، فظهر خلخال. عارفين انتوا الخلخال طبعا، ما تعرفوش؟ نعم، غريب. المهم يعني لا يلبس في الاذن، لا يلبس في الاذن. فغطى الامام احمد بعباءته وجهه وقال: ايه يا ابن حنبل، تعيش حتى ترى زمن الفتن يا حبيبي؟ زمن الفتن يا احمد، طب واحنا نروح فين يا احمد؟ ها؟ لله الامر، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم سبحان الله، الصحابه قدروا قيمه العقل. كان في شيء ايام الرسول والمعروفه في الارياف اسمها في الفقه اسمها الخرص، التقدير، يعني يقدر الثمار فوق اشجارها، فيعمل خطه مستقبليه لاقتصاديات الدوله ودراسات الجدوى. الاسلام احترم العقل، الاسلام احترم العقل. لما مات إبراهيم ابن ماريا القبطية، وهي من المنيا بلد التي ولدت فيها، وهاجر أم إسماعيل من المنيا وهي البلد التي ولدت فيها، وآسى امرأة فرعون أيضا من المنيا، والحمد لله أنا من المنيا وبينكم الآن، وأنا من أهل طرابلس، هذا من فضل الله. مات إبراهيم فكسفت الشمس، فالصحابة عايزين يسلوا الرسول بشيء عاطفي يلمس وتر قلبه، وهو أبو العواطف صلى الله عليه وسلم. قال: لا،
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان ولا يكسفان لموت أحد من خلقه، عشان ينفي الخرافة. يأتي عمر ليستعمل عقله ويأتي للحجر ويقبله، يقول أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. سبحان الله، يجادل عمر في قضية في الحديبية، يعني في صلح الحديبية، يقف على باب الخيمة وأبو بكر مع الرسول، فلما رأى الشرط الجائر أن من جاء من عند محمد كافرا يرده الرسول إلى قريش، وأن من جاء مرتدا من عند محمد من المدينة إلى مكة لا يرد، فشعر عمر أن هذا الظلم بين، فنادى على صديقه أبي بكر، قال يا أبا بكر على ما نرضى الدنية في دين؟ كيف نعطي الدنية في دين؟ ليه نرضي الظلم؟ قال أسكت يا عمر، صح يا عمر، إنه رسول الله ولن يخزيه الله أبدا. أبو بكر بدأ مخه يشتغل في قضية اعتراض عمر، وجدها وجيها، فدخل ليسر إلى الرسول وهو جالس مع سهيل بن عمرو كبير المفوضين، يقول يا رسول الله، يقول عمر، عشان مشان اللي قلت عمر ليه عمر، يقول عمر على ما نرضى الدنية ونعطي الدنية منه؟ قال يا أبو بكر أنا رسول الله ولن يخزيني الله أبدا. هذه سبحان الله العظيم، الحباب بن المنذر يوم بدر استخدم العقل، والأمنزل أنزلته الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال ليس هذا المنزل، وإنما ننزل في كذا وكذا. سبحان الله، أحبتي في الله، إن قانون المرحلية والتدرج الذي يمثل سلطة الزمن، وقانون الأخذ بالأسباب الذي يمثل يعني سلطة المنهج، وقانون الواقعية الذي يمثل سلطة المادة، يجب أن تستوعب في فقهنا، وهؤلاء فقهاؤنا يفقهون في القضية. أبو العلاء المعري إذا قسناه باليوم فهو حداثي، سلم عقل زاد عن الزمن. أنا أطلت عليكم ولا لسه فقط جزء؟ يعني تصفيق النهاية ولا كان سمعت. أبو العلاء المعري اعترض على أن الإنسان لما يسرق ربع دينار أو نصف دينار تقطع يده، ولكن لو قطع إنسان يد إنسان يدفع 500 دينار، يعني بالنسبة والتناسب للربع 2000 ضعف. فتعجب وقال يد ب500 عسجد فديت فما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. هو معترض بس إيه، واقف شوية على حد الأدب. يرد عليه العالم الفقيه والجليل، قال عز الأمانة أغلاها، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة البال. يعني إيه؟ يعني إحنا لو جعلنا الحد حد السرقة زي حد قطع اليد بربع دينار، خلاص يبقى المسألة أقطع إيد اللي قدامي، أقطع له إيد الاثنين وأدفع نصف دينار وخلاص، عشان ما لا يكتب علي كلمة ولا غيره. ولو رفعناها إلى 500 في السرقة كان الشاه أيامها بدرهم، فكانت 500 دينار تشتري 5000 شاه، يعني الحرام اللي يصرف 4999 شاه لا تقطع يده، فلا تقطع يده إلا اللصوص الكبار. فالفقه مآلات الفقه أن نفقه هذه السنن، نفقه هذه الخلفية. سبحان الله، فهنا السرقة شيء والتعويض شيء، فهكذا سبحان الله نريد أن نعود إلى يعني صنعة الفقهاء في فقه المقاصد وفقه أصول الفقه. نعم، أنا أريد أن أقول إن رياح الإيمان إذا هبت تحيلنا بعيدا عن أزمتنا، لأن كثيرا منا يسيئون الظن بالعقل ويريدون التحجير العقل، مع أن العقل ذكر في القرآن 49 مرة، ولا يكلف في الإسلام إلا العاقل، فرفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يكبر، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى
يعقل. فالإنسان الذي يعني ليس له عقل لا يكلف، سبحان الله. لا نخفف منسوب العقل ولا نضخم منسوب العقل، وإنما يكون العقل وفق الشرع سبحان الله، لأن العقل إذا أدخلناه كما نقول دائما يجب أن تقودنا قيادات سياسية وقيادات دينية يحمل وعيها وفقهها نصف وحي ونصف وعي. الوحي من غير وعي ضرر كبير، والوعي من غير وحي ضلال كبير. يجب أن نؤمن بهذا وبذلك. لذلك أعود إلى القضية وأقول منذ جمل المعدلة، قلت إن إنكار المنكر والنهي عن المنكر له قواعد. إذا ترتب على النهي عن المنكر منكر أشد يصير النهي عن المنكر حرام، مع أنه منهج من مناهج إيه؟ من مناهج الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا ترتب على المنكر منكر أشد لا أنهى لأنه يصير حرام، أو يترتب على إنكار المنكر منكر مثله أو منكر أعظم منه أو منكر أقل منه هذا أمر مختلف. أما إذا ترتب على إنكار المنكر معروف هنا صار إنكار المنكر واجبا. أحبتي في الله، إن فقدان الوعي السنني في الكون مصيبة كبيرة. انتصر المسلمون في بدر لأنهم مسلمون ولكنهم أطاعوا الله ورسوله، وهزم المسلمون في أحد وهم نفس الصحابة لأن اختل الأمر، اختل شرط مفصلي لطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. فرب العباد يضرب لنا المثل بالسنن، إن الله كما قال ابن تيمية ينصر الدولة العادلة حتى وإن كانت كافرة، ويهزم الدولة الظالمة حتى ولو كانت مسلمة. العرب كانوا قديما إذا انتصروا قالوا طلع نجم السعد، وإذا هزموا قال ظهر نجم النحس. أما في الإسلام أول من وضع قوانين لحركة التاريخ، حركة التاريخ مهمة، لأن للأسف الشديد بعض فقهاء الدولة العثمانية لما اخترعت البندقية والمدفع استفتوا العلماء قالوا لا هذه بدعة، ولو كانت خيرا لاخترعت أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفنا، لأننا ننظر تحت أقدامه. إن معاملة سلطة الزمن مهمة جدا. نحن اليوم قد نكون عاجزين عن فهم الأمور، لكن رياح الإيمان عندما تهب نجد أمرا خيرا كبيرا. بقيت نقطة هامة ومفصلية. قلنا إن القرآن ألغى موضوع الآبائية في مواضع كثيرة عشان الإنسان ما يمشيش وفق أبدا. مش عشان أسرة فلان خرجت بنتها مهندسة ميكانيكا تصلح الموتور إحنا نطلع بنتنا. طيب لما أطلع أنا بنتي مهندسة ميكانيكا أو مهندسة تصلح الأجهزة، طيب يعني من يرسم لنا اللوحة الجميلة؟ ومن ينسك لنا الزهور؟ ومن يقول لنا الكلام الطيب؟ ومن يعلم بناتنا الإتيكيت والأدب في المدارس؟ ومن تكون قدوة؟ سبحان الله، نحن نكلفهن ونجشمهن أشياء كثيرة. ولذلك الذين يضحكون عليك وعلماؤنا يؤكدون لي إن شاء الله إن كنت صوابا، الذين يضحكون ويهرفون بما لا يعرفون ويقولون إن الإسلام قد ظلم المرأة، قلت في ربما في محاضرة العام الماضي إن قضية الميراث في المرأة ترث المرأة نصف الرجل في حالات أربعة فقط للذكر المتحضر، في أربع حالات، في سبع حالات ترث المرأة مثل الرجل، في عشر حالات ترث المرأة أكثر من الرجل، في أكثر من عشرين حالة ترث النساء أحيانا ولا يرث الرجال. عند الأربع حالات توقف الجميع لأنهم ما فهموا القضية. حتى عندما ترث نصف الرجل، انظروا إلى القضية، أنا مت وتركت ولدا وبنتا، أضرب رقم وتركت 3 مليون ليرة، أي رقم بلاش بالمليون خلاها بالألف، بالمليون أنتم أهل فضل أضرب مثال يعني مليار يا سيدي ولا تزعل ولا تزعل. ترى الولد أخذ 2 مليون والبنت أخذت إيه؟ مليون. ظاهر القول إيه؟ ظلم للأنثى، صح ولا لا؟ أراد الزواج، هذا تقدم وهذه تقدم لها. الولد عشان يتزوج هيجيب شبكة ومهر وهدايا كل ما يزور،
يعد على بتاع الورود مرة وبتاع الشكرات مرة، وهدية في عيد الأم، وهدية في عيد الأخت، وهدية في عيد العمة، وهدية في عيد الخالة، ويأثر البيت ويفرش البيت ويجيب الاثنين مليون اللي خدهم أصبح عنده ناقص 5 مليون. استدان وخلى أبوه يبيع قطعة الأرض ويرهن البيت ويأخذ استبدال معاك. المهم يعني البنت جاءها عريس قدم لها شبكة ومهر خالص لها، وانتقلت إلى بيت زوجها معززة مكرمة مفضلة. المليون اللي أخذته كسبت عليه مليون آخر. فمن الذي ظلم في قضية الميراث إذا كان الظلم هكذا؟ أحبتي في الأجل أن نفهم الأمور حتى في النفقة. قالوا وجب على الزوج أن يأتي لزوجته بمسكن أن يكون كثير التهوية مش خندق. اشترط العلماء في كتب الفقه، علمنا علماؤنا الفضلاء هم جلسين هكذا، أن يكون سبحان الله بهذا المنطق لا يسكنها، خلي بالك من دي، مع ضرتها ولا مع حماتها، وما مكتوب في كتب الفقه ولا مع أحمائها. أحمائها هم مين؟ زي أم الزوج، خلي بالك ما يسكنهاش معاه. مين يحط النار جنب مش ده؟ افصل بين القوات يا عبد الله، واخد بالك انت؟ افصل بين القوات، سبحان الله، لا اله الا الله. يسكنها في بيت منفرد، ويشترط عند الفقهاء ان يختار لها جيرانا صالحين، لا اله الا الله، في مكان غير موحش، بين جيران صالحين، لا تهوية جيدة، سبحان الله، كل هذا في بيت يساوي نظائرها، يساوي نظيراتها. اما في الكسوة، خلي بالك من الكسوة دي، كسوة للشتاء وكسوة للصيف. وقال الفقهاء وإذا كان بردا قاسيا، في كتب الفقه كده قرأنا من القرن الثاني الهجري، يجب أن يأتي لها بجبة محشوة اللي هي البلطو يعني كوت، ها الفرير المنك، ها خلي بالك في حاجة تانية غالية عند الجبل يعني سبحان الله. بس مش بيقول أبو حنيفة يأتي لها ببلطو من شمال السويد من الثعلب اللي مش عارف المكار والحلة فوق النهر؟ لا، أبو حنيفة ما يعرفش دي، لأن جبة محشوة يعني عشان يقيها الإيه؟ البرد، سبحان الله. وكسوة للنوم، وأخرى للمنزل، وآخر للصلاة. يا الله، يعني جب لها إستار صلاة عليه. وأجر الخياط الترزي على الزوج، بس الزوج مش يروح يشتري لزوجات الكسوة، يعني يجيب لها استرتش وشوط. لا أحسن، أبو حنيفة لم يأخذ هذا، بس احسن يعني ايه، يقول لك الشيخ عمر قال اشتري لي ده، لا يا ستي ما ينفعش نخرج بيه ده، سبحان الله. فاثواب الصلاه والاثواب الداخليه، حتى قال العلماء اذا كان الماء باردا وجب ان ياتي الزوج بمن يسخن لزوجته الماء، وياتي لها بمن يغسل لها ثيابها اللي هي طنط غساله فول اوتوماتيك دلوقتي، انا اسمع صح ولا لا؟ تجيب لها غساله تغسل، سبحان الله، تحط الهدوء الملابس كلها وتدوس زر ويطلع الغسيل جاف وعلى وشك القلوب يكون مغلي، يقول انا عندي النقرس، انا عندي الروماتويد، من ايه يا حاج؟ الله يرحم ستك، سبحان الله، كانت تقعد تغسل تغسل تغسل، سبحان الله، وصحتها تشتغل في الاولمبياد بتاع موسكو، لا اله الا الله، فسبحان الله. لكن الف الدلال والف الدلائل، سبحان الله، لكن نحن ندلل نساءنا، سبحان الله. انظر الى هذه الحقوق التي وردت، سبحان الله. الله سبحانه وتعالى جعل لنا مواسم، وهذه المواسم فيها نفحات، هذه النفحات جعل فيها رياح ايمان. من ضمن رياح الايمان بالنسبه لي شخصيا في هذه الايام ان جئت الى طرابلس لتهب علي رياح الايمان منكم، ورياح الفخر منكم، ورياح الخير منكم. وهذه الكوكبة الحاضرة من علمائنا وفقهائنا ومعالي الوزراء والنخبة الصالحة من رجالنا ونسائنا، أحبتي في الله، وجب علينا أن نقف لكي تهب علينا رياح الإيمان، وقفة مع أنفسنا كي يكون رمضان ولادة جديدة لنا. فإذا صار رمضان ولادة جديدة لنا صرنا أمة ينظر إليها العالم. أنا أريد إن شاء الله، إن كنا من أهل الدنيا، أن زرت لبنان قريبا مرة أخرى، أرى الابتسامة على الوجوه مرة أخرى. العرب كان إذا زارهم أحد يقولون قبلتهم المعروفة أهلا وسهلا
ومرحبا، أي أنت إذا حلقت عندنا صرت من أهلنا وصرت على الرحب والسعة ما ضيقت علينا، ومرحبا أنت مرحب بك غير منقوط ولا مبغوض. أهل لبنان زادوا من اللغة، يقبلوه يقول لك أهلين وسهلين ومرحبتين وصحتين. الله أكبر، إيه الكرم ده؟ هذا الكرم ألا يجعل الابتسامة على القلوب والرضا في النفوس. سوف تمر الأزمات من لبنان وتضيع وتتلاشى، ويحكى أن وتعود لبنان مرة أخرى ذرة بين أخواتها العرب والمسلمين. بوركت لبنان بأهلها وفصائلها، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتم السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، إن كنتم قد وجدتم استيقظتم ما شاء الله، إن كنتم قد وجدتم في محاضرتي ما كنتم تتمنونه فالحمد لله رب العالمين ولله الفضل والمنة، وإن كنتم لم تجدوا شيئا مما كنتم تتوقعونه فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معالي الوزير حمد صفدي، تفضل لنكرم بدرع تكريمية حضرة الداعية مدام فيولات سماحة المفتي بعلماء الأجلاء شيخ محمد شيخ ناصر شيخ مصر شيخ أحمد الصفدي، تفضلوا. نادين